نحن دائما من بيت لحم نطلق رسالة السلام والمحبة، بس اليوم أنا بدي رسالة المحبة والسلام تكون منطلقة من قلب كل إنسان من داخله، لحتى نشعر فيها، لحتى تتوزع على كل الناس الموجودين على هاي الأرض. طبعا رسول السلام والمحبة يسوع المسيح ولد في مغارة متواضعة، يعلمنا ميلاد السيد المسيح التواضع، المحبة، التسامح، نكون إيد واحدة، نكون محبة واحدة، لحتى نكبر وتصير عنا دولة مستقلة، وحتى كل الناس اللي تيجي تحج للأراضي المقدسة تلمس هذا السلام والمحبة الموجودة في مدينة بيت لحم. يعني لا يمكن فصل رسالة الميلاد اليوم عن ما حدث بالأمس، وهو قرار مجلس الأمن الدولي 2334. هذا هو هدية العالم ورسالتنا. نعم، الحق الفلسطيني، حق البقاء، هو حق كلون هذه الشجرة، ذهبي لا يمكن أن يصدأ، وثبت هذا. فرسالتنا ابقوا على الأمل، لأن ميلاد المسيح هو ميلاد أمل، ميلاد سلام، ميلاد محبة، وقد اجتمع ميلاد المسيح بميلاد هذا القرار. كل عام والجميع بألف خير.